السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله راكم بخير. بسم الله بديت وعلى النبي صليت، عيطت يا خالقي يا مولاي حتى يكمل لي واش نويت. ان شاء الله ربي يكملكم كاع واش راكم ناويين. نشوفوا الفال ان شاء الله تاع اليوم. زوينه يا زوينه، والزين ربي عطاك، وطبعاتك الحنينه، ورده في يد اللي يداك، ويحفظك الله من عوينه، ويخلي لك لميمه. قولوا انا بالوصفه. عندنا اليوم جبنه، نديرو فول، نديرو فول بالجلبان، نديروه مرق يجي بزاف بنين. غادي نطيبوه في هادو تاع هاد القدر تاع الطين. راني دايره هنايا كميه من الزيت، ها هي لا. هنايا غادي نديرو عندنا هنايا غادي نديرو بصل. عندنا هنايا حبه بصلاقه، هذا البصل الابيض، اللي بغات دير البصل الاخر دير. عندي حبه هنايا، نديرو كاع حبه. شو زيد نقدم لكم هذا باش تشوفوه مليح. ها هو هنا عندي هنايا طوماطيش حبه مقشرت، قلعت لها القشور. هنايا عندي معدنوس، وعندي ربعة ولا خمسة فصات تاع الثوم. ها هما هنا غادي نديروهم هنايا. عندنا فول، عندنا كميه من الفول. انا راه عندي هنايا كونجلي. انا هنايا الفول كي نشريه نشقه هنايا بالخدمي بالموس، نشقه بهذه الطريقه. كي نشريه هنايا نشقه هكا، نقسمه هنايا هكا، نقسمه باش يجي، باش كي يطيب يجي هكا مفتوح، يجي شباب. ها هو هنايا غادي ندير هذا الفول هنايا. وعندي كميه صغيره تاع الجلبان، ما نكثروش هنا الجلبان، ديروا كميه صغيره. غادي نديرهم هنايا فوق النار. غادي ندير الملح، ندير كميه من الملح، مغرف تكون متوسطه تاع الملح. غادي نديرهم هنايا فوق النار. في هاد المرحله شوفوا البصل طلق الماء تاعه. هنايا البصله اللي تبغي ترابيها ترابيها، اللي تبغي تخليها هكا تخليها. هنايا غادي ندير التوابل، غادي ندير مغرف كركم، زيدوا شويه. غادي ندير مغرف حرر، فلفل اسود. هنايا اللي تحب الحار دير الحار، واللي ما تحبش الحار ما تستغنى عليه ما ديرش. انا غادي ندير شويه فلفل احمر حار، وغادي ندير فلفل هنايا احمر عادي الحلو. نخلط هاد المقادير كاع. هنايا غادي نديرو، ما نضيفوش الماء بزاف، نضيفو كاس هاد الحجم تاع الماء. تيو ما تكثروش الماء على خاطر البصل ديجا يطلق الماء. هنايا غادي نغطي عليهم، نخليهم يطيبو، ونشوفوهم في صحن التقديم ان شاء الله. اولا هنايا بعد ما طاب شوفو، خلوه شويه ينشف، ما تخلوهش جاري بزاف، ما تخلوش فيه المرق بزاف. هاد الوصفه والله لا رائعه، جربوها. اللي جربها تخلي لي كومونتير. شوفوا ها هو هنايا الطبق، شوفوا مع ها هو الفول بعد ما وجد. شوفوا كيفاش يجي، يجي بزاف طري. شوفوا شوفوا هنايا هذيك اللي وريتها لكم، واللي هكا كي تشقوه في الوسط يجي رائع. هنايا قدمته مع سلطه، ها هو هنايا معكم. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. اللي عجبتها تبارطاجي، تخلي لي جيم، تخلي لي كومونتير، وتخلي لي تعليق، يكون شباب ان شاء الله. هنايا نسيت حاجه ما درتهاش، حنا كمون، كمون يجي غايه مع الفول. نديرو هنايا رشه صغيره تاع الكمون، ونديرو كمون هنا اللي بغى يزيد. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. مع السلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.